متابعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. كشفت ماكلارين عن سيارتها الجديدة 570 S لأول مرة في المملكة، وذلك ضمن معرض إكسس للسيارات الفاخرة. وتحمل سيارة ماكلارين 570 S كوبي تصميماً مستوحى من شقيقتيها ماكلارين 650 S وماكلارين P1، وتم بناؤها على شاصيه مصنوع من الكربون فايبر، والذي تم تطويره بشكل خاص ليقلل من وزن السيارة الجديدة ليبلغ 1313 كيلوغرام. وتمتلك سيارة ماكلارين الصغيرة الجديدة محرك V8 سعة 3.8 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 570 حصان، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 328 كيلومتر في الساعة. وقد حصلت ماكلارين 570 إس كوبي على نظام تعليق مطور، مما سيوفر أداءً عالياً ومتعة أكبر أثناء قيادة أجدد سيارات ماكلارين. كما زودت بإطارات بقياس 19 إنش في الأمام و20 إنش في الخلف، محاطة بعجلات بيريلي P0 كورسا. أما داخلية ماكلارين 570 إس كوبي فحصلت على مقاعد رياضية مغطاة بالجلد مع تطعيمات من الكربون فايبر والكانتارا وجلد النابة، وزودت بشاشة طويلة للنظام الترفيهي المعلوماتي. وللتذكير فإن اسم هذه السيارة مستوحى من عدد الأحصنة التي تمتلكها. في الختام لا تنسوا متابعينا الاشتراك في قناة المربع نت على يوتيوب.